ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن للقرآن 70 بطنا. طيب إذا للقرآن 70 بطن إذن القرآن له قراءات متعددة، ما نقدر نعتمد على قراءة واحدة، لعل القراءات الأخرى بطون للقرآن. فإذا آمنا بنظرية تعدد البطون إذن نؤمن بنظرية تعدد القراءات. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، يعني اللي حمل الآية يفهمها بفهم، واللي تلقاها يفهمها شنو بفهم آخر، فالقراءات متعددة. هذا الاستدلال ليس صحيحا. تفت لي شنو المقصود ببطون القرآن؟ يعني كل واحد يجي يحط نظرية في القرآن تعتبر من بطون القرآن؟ لا، بطون القرآن هي المعاني الطولية، والمقصود بالمعاني الطولية المعاني التي يستلزم بعضها بعضا، بينها تلازم. خل أجيب لك مثال. مثلا عندما نقرأ قوله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الآية تدل على من؟ على ولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هو الولي بعد الله والرسول. زين، هذا المعنى الظاهر. المعنى الظاهر أن الثالث الذي تصدق وهو راكع له الولاية، هذا المعنى الظاهر. بس المعنى الباطن يعني شنو؟ إذا ثبتت الولاية العامة للإمام أمير المؤمنين ثبت أنه معصوم، لأن الولاية تعني العصمة. ما يمكن واحد يصير ولي على الأنفس وعلى الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال، ولاية عامة وليس شنو؟ بمعصوم. إذا قلنا بأن الإمام علي كالنبي له الولاية العامة على الأنفس والأعراض والأموال، إذا قلنا بأن له الولاية العامة إذن لا محالة، لا بد أن يكون شنو؟ معصوما. الولاية تلازم العصمة. إذن الآية عندما تدل بظاهرها على الولاية العامة فهي تدل بباطنها على العصمة، هذه يسموها العصمة من بطون القرآن، يعني يستلزمها معنى الآية، فبينهما تلازم، هذا يسمى من بطون القرآن. بطون القرآن المعاني المتلازمة، وليس بطون القرآن المعاني المتفككة التي ينقض بعضها بعضا. هذا مو بطون القرآن، هذه آراء في القرآن، وهذه الآراء ما لم يقم عليها دليل لا حجية لها ولا اعتبار بها.